كابتن فقر، حيهم حيهم. ممر السعاده. ايه والله هذا هو ممر السعاده فعلا. سبحان الله، تشعر بالسعاده اول ما توصل لها النقطه وانت رايح على وادي الجمل. بعدين نوصل على اول بركه صايره بشكل كهف، نوصل لهاي البركه، وحاليا في عندنا نحن خيارين. هلا امامنا خيارين، اما نصعد هذا الحبل تمام ونعيش مغامره داخل المياه والجلاميد، او انه نتقهقر ونتراجع 50 متر ونطلع فوق الجبل ونرجع ننزل بالوادي. نجرب اول طريقه. يلا طبعا قررنا احنا نجرب المسار المائي، ندخل البرك المائي ونتسلق هذا الحبل ونكمل. طبعا تسلقناه وصلنا على برك جميله جدا. واو كيف؟ يا سلام. هاي الرجال، هاي الأطفال، هاي محمد كيف الأمور؟ بدنا نتسلق هذا الحبل حتى نكمل. الناس اللي بتجي بالمسار المائي لازم تتسلق هذا الحبل حتى توصل للبركة بمنتصف المسار، اللي هي أجمل بركة موجودة، تحصل هذا الحبل. والشباب كتر الله خيرهم، طبعا ما أعرف اسم الفريق اللي ثبت هاي الركائز، سابقا كان خطير جدا، مضطر فقط نمسك بأظافرنا، وفعلا خطير جدا. هاي نقطة خطيرة كتير. أنصح الناس اللي تحب تجي هالمسار تكون ما تخاف من المرتفعات. بعدين توصل لنقطة ثانية كمان شوية تحتاج حذر زيادة، لأني ما عندك مجال أبدا أي خطأ تطيح تحت وتصير تحت والإصابة تكون شديدة، فلازم يكون الواحد حذر بهاي النقطة. وهي أنا عم صوركم إياها بطريق العودة كمان، تمام، للذهاب والعودة حتى تكون الفكرة واضحة من كل الجوانب. بنوصل نحن البركة الموجودة بالمنتصف اللي هي تعتبر بركة السعادة، بركة الاسترخاء. شوفوا لي هالإطلالة اللي ممكن نحصل عليها من الداخل، ما شاء الله ما أجملها، مغري جدا، تغريك إنك تقفز من الأعلى. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. وهلا استراحة محارب، تناول بعض الفواكه والبرتقال والشاي، وبعدين نكمل طريقه. مين يشرب شاي؟ شرب شاي؟ الله الله الشاي، الله الله. ندوق؟ يا الله يا الله، فيتامين سي بالغابي تحت الشمس الحارقة ما أطيبها. يا
سلام، شاي مع السعتر البري ومع البرتقال. بكرة بيسرقوا الخلطة وبيعملوا منا كشك. منكمل طريقنا لحد ما نوصل للشلال النهائي مثل ما انتم شايفين، وهو نقطة جميلة جدا ويعتبر نهاية المسار بشكل فعلي. بإمكانكم تمضوا وقت جميل ورائع هون، تتصوروا تسترخوا وتسبحوا بالمي الباردة وبعدين ترجعوا دار السلام إلى أماكنكم. Thank you.